يونت، هنا البي اتش الفيرتيكال بارت اقل من اثنين، بيبقى شورت بي اتش. طيب انا بستعمل بقى الاسيد بيس تايتريشن في ايه؟ الاسيد بيس تايتريشن it is used for quantitative chemical analysis to determine concentration of either acid or base. لما يبقى السامبل بتاعتك اسيد اعمل لها تايتريشن ببيز، لو يبقى السامبل بتاعتك بيز اعمل لها تايتريشن باسيد. الايكويفالنس اوف ان اسيد بيس تايتريشن از ذا بوينت ات ويتش ذا ايكوال اماونت ان مولز اوف بروتون اند او اتش ان تايتريشن فلاسك. اكزامبل مثلا لتعيين الاسيد بيس تايتريشن او استخدام الاسيد بيس تايتريشن في مجالات الاناليسيز، يوزد فور ديترمينيشن اوف اني بيزك كونتيننج نيتروجين ان فود ميجر اوف بروتين كونتنت، لان البروتين والفودز فيهم نيتروجين والنيتروجين ده بيز اقدر اعمل له تايتريشن بايه؟ باسيد. تايتريشن اوف اسيد وذ سترونج بيز، لما اعمل بقى تايتريشن سترونج اسيد بسترونج بيز ازاي اقدر ارسم التايتريشن كيرف واحسب البي اتش بعد كل اضافه. For each type of titration, our goal is to understood or understand how the pH changes as a titrant is added. In a titration curve, you have to calculate the pH, calculate the pH corresponding to different volume of titrant. لما يبقى عندك sample acid وحطيت عليها base، الميكس ده لما تحط البيز على الاسيد هل انت وصلت للاند بوينت ولا لا؟ طيب لو ما وصلتش للاند بوينت البي اتش بتاعتك كام؟ طب لو وصلت للاند بوينت هي كام كفوليوم والبي اتش عندها كام؟ طب لو حطيت البيز وكان اكتر من الاند بوينت البي اتش كام بعد الاديشن؟ يبقى انت هتحسب هنا البي اتش بيفور التايتريشن ديورنج التايتريشن وانت لسه ما وصلتش للاند بوينت عند الاند بوينت وبعد الاند بوينت. اول حاجه عشان تعمل الكلام ده لازم تكت او ترسم او تكتب الكيميكال ايكويشن وتكون بالانسد. ايوه عشان تحسب منها الاستويكيومتري اوف رياكشن وتحسب منها الايكويفالنس بوينت نمبر اوف مول اوف اسيد سواء نمبر اوف مول اوف بيز مضروب في المول اوف مول فراكشن. اوكي كوفيشنت اوف اسيد على كوفيشنت اوف بيز او نمبر اوف ملي مول اوف اسيد لما يبقى الفوليوم بير ملي سواء نمبر اوف ملي مول اوف بيز مضروب في المول ايه؟ في المول فراكشن. And use the reaction to calculate the composition and pH after addition of titrant. مثال بيقول لي انا بعمل تايتريشن ل 50 مللي 1 من 100 مولر اتش سي ال ب 1 من 10 مولر صوديوم هيدروكسيد، يبقى السامبل بتاعتك 50 مللي من اتش سي ال يعني سترونج اسيد وكان تركيزه 1 من 100 وعملت له تايتريشن ب 1 من 10 مولر صوديوم هيدروكسيد. بيقول لي ايه؟ كالكوليت ذا فوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد ريكوايرد تو ريتش تو ذا ايكويفالنس بوينت، الفوليوم اللي هاخده عشان اوصل للاند بوينت كام، واحسب البي اتش افتر اديشن اوف ذا فولوينج فوليوم. لما زيرو فوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد بعد 2 مللي بعد 5 مللي بعد 6 مللي. اول خطوه عشان احل حاجه زي كده بكتب البالانسد ايكويشن اللي هي اتش سي ال زائد صوديوم هيدروكسيد يعني 1 بروتون زائد او اتش يعني 1 لواحد عشان يديني ووتر، يبقى الريشيو هنا 1 لواحد. تاني خطوه بطبق او بحسب الايكويفالنس بوينت كام. Calculate the volume of sodium hydroxide اللي هو ال VE، VE المقصود بيها V equivalence point needed to reach to the equivalent point. طب عند الاند بوينت ايه اللي بيحصل؟ Number of mole of sodium hydroxide equal number of mole of A of HCl. طيب يبقى اشيل بقى الكلام ده واحط الايكويشن بتاعتي. اشيل المول of HCl واقول الفوليوم of HCl مضروب في المولاريتي. واشيل المول of sodium hydroxide يبقى المولاريتي اوف صوديوم هيدروكسيد مضروب في الفوليوم بتاعها، وايه كمان في الناحيه بتاعه البيز بحط المول فراكشن اللي هو المول اسيد على المول بيز، وبما ان الريشيو هنا 1 لواحد فخلاص يبقى المول ريشيو بواحد، يبقى ام في في صوديوم هيدروكسيد ايكوال ام في في اتش سي ال. المول فراكشن هتبان بقى لما يكون السامبل بتاعتك اسيد H2SO4 والتايتران صوديوم هيدروكسيد، يبقى الريشيو هنا 2 صوديوم هيدروكسيد لواحد H2SO4، او لو ما تعمل تايتريشن ل HCl بباريوم هيدروكسيد BaOH باي 2 يبقى 2 HCl الاسيد 2 والبيز 1 هتبدا يبقى لها ايه؟ يبقى لها اهميه. هنا عشان الريشيو 1 لواحد خلاص ما فيش مشكله. طب ايه الداتا اللي موجوده عندي؟ موجود الفوليوم اوف HCl كام؟ وموجود المولاريتي اوف اتش سي ال كام؟ فوليوم في اتش سي ال 50 والمولاريتي اوف اتش سي ال 1 من 100. طيب ايه كمان؟ موجود المولاريتي اوف صوديوم هيدروكسيد 1 من 10، يبقى ايه الانون؟ الفي اي اللي هو الايكويفالنس بتاعتي. اطبق او اخلص المعادله دي يطلع الايكويفالنس بوينت عندي كام؟ عندي 5 مللي، يبقى ده اول مطلوب جبته ان الايكويفالنس بوينت بتاعتي 5 مللي. طيب عندي زيرو احسب بقى البي اتش عند النقط اللي هو قالها لي.
طب عندي زيرو ملي، انا لسه ما عملتش تيتريشن خالص، الاسيد اللي موجود هو عباره عن اتش سي ال، يعني ايه؟ يعني سترونج اسيد. طب والبي اتش بتاعت السترونج اسيد بتساوي ايه؟ بتساوي بي اتش بتساوي بي سي اي. طب اللي هو السي اي اللي هو مقصود بيه ايه؟ تركيز الاسيد. يبقى البي اتش بتساوي البي سي اي، يعني البي اتش بتساوي ماينس لوج 1 من 100، يبقى البي اتش بتساوي 2، يبقى عند صفر البي اتش كانت 2. طيب افتر اديشن اوف 2 مللي صوديوم هيدروكسايد، بعد ما حطيت 2 مللي صوديوم هيدروكسايد، هنا بقى لما بحط 2 مللي صوديوم هيدروكسايد مطلوب منك ان انت تحسب كان عندك كام مللي مول اتش سي ال، اوكي، وحطيت عليهم كام مللي مول صوديوم هيدروكسايد، والصوديوم هيدروكسايد ده هيشيل قد ايه من الاتش سي ال، ولما هيشيل من الاتش سي ال هيفضل كام، واللي يفضل ده هتقسمه على التوتال فوليوم. لما بتحط الاتش سي ال الفوليوم بقى كام عشان ترجع ترجعه تاني الكونسنتريشن بالمول. طب نشوف الكلام اللي انا قلته دلوقتي، الاتش سي ال في الفلاسك فيه كام ملي مول، النمبر اوف ملي مول بيساوي ايه؟ بيساوي الفوليوم بالملي في المولاريتي، الفوليوم في اتش سي ال 50 في المولاريتي 1 من 100، يبقى انت كان عندك نص ملي مول. اوكي طيب لما بتحط 2 ملي صوديوم هيدروكسيد كام ملي مول صوديوم هيدروكسيد نزلوا؟ انا هنا بتعامل مع مولز، نمبر اوف مولز ونمبر اوف ملي مول في التفاعل ستويكيومتري واحد لواحد. اوكي يبقى النمبر اوف ملي مول اوف صوديوم هيدروكسيد بيساوي 2 ملي اللي هو الفوليوم بالملي في الكونسنتريشن بتاع الصوديوم هيدروكسيد اللي هو 1 من 10 مولر، يبقى انت الصوديوم هيدروكسيد عباره عن 2 من 10 ملي مول صوديوم هيدروكسيد، يبقى نزل 2 من 10 ملي مول صوديوم هيدروكسيد. طيب ال 2 من 10 دول هيشيلوا كام من الصوديوم هيدروكسيد؟ ترجع للستويكيومتري اوف رياكشن، الستويكيومتري اوف رياكشن او البالانس في الايكويشن بيقول لك كام لكام؟ 1 ل1. يبقى ال 2 من 10 دول هيشيلوا قد ايه من الـ من الاتش او من البروتون او من الاتش سي ال؟ هيشيلوا 2 من 10 قصادهم. طيب يبقى فاضل قد ايه اتش؟ يبقى الاتش ريميننج نمبر اوف ملي مول اوف بروتون ريميننج بيساوي الانيشيال كان نص ملي مول نزل عليهم 2 من 10 ملي مول، يبقى فاضل 3 من 10 ملي مول. ارجع بقى حول الملي مول ده لمولر كونسنتريشن ازاي؟ تقسم على التوتال فوليوم، توتال فوليوم هنا كام؟ 52. يبقى الكونسنتريشن بتاع الاتش 3 من 10 على 52 يبقى 5.77 في 10 اس ناقص 3 مولر. طب البي اتش هنا ايه؟ بتساوي ايه؟ هو لسه ستيل اتش سي ال موجود، هو اللي له الابر هاند، يبقى البي اتش بتساوي ماينس لوج الكونسنتريشن او البي سي اي، يبقى ماينس لوج 5.77 في 10 اس ناقص 3، يبقى البي اتش بتاعتك 2.24. افتر اديشن اوف 5 مللي، ال 5 مللي دي احنا حسبناها ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي الايكوفالنس بوينت. طب الايكوفالنس بوينت هنا انا بعمل تيتريشن مين بمين؟ سترونج اسيد بسترونج بيز، يبقى على طول وانا مغمض البي اتش بتساوي كام؟ بي اتش بتساوي 7. طيب افتر اديشن اوف 6 مللي، بعد ما حطيت 6 مللي، يعني انا بعد الايكوفالنس بوينت حطيت قد ايه زياده؟ حطيت 1 مللي زياده. طيب انا كده وصلت لبعد الاند بوينت، يبقى مين اللي هيبقى موجود اكتر؟ الاو اتش ولا الاتش؟ الاتش كلها خلصت، يبقى هنا الاو اتش هي اللي هيبقى لها الابر هاند. طيب كام بقى الاو اتش دول موجودين؟ كام ملي مول او كام مول؟ نحسبها. افتر ذا ايكويفالنس بوينت اكسس او اتش از بريزنت. طيب اكسس فوليوم كام؟ الاكسس فوليوم بيساوي الفوليوم اللي انت حاطه 6 ناقص الايكويفالنس بوينت اللي هي 5، يبقى نزل 1 ملي مول زياده. 1 ملي مول، خد بالك انه 1 ملي مول مش 11، 1 ملي مول افتر اديشن اوف 6 ملي، يعني انت بعد الاند بوينت ب 1 ملي. طيب الاو اتش بقى حول الملي ده لملي مول، كم ملي مول بيمثل كم ملي مول؟ بيساوي الفوليوم اللي هو 1 في المولاريتي 1 من 10، يبقى 1 من 10 ملي مول. طيب ارجع حول الملي مول ده لكونسنتريشن، التوتال فوليوم هنا كام؟ كان 50 مللي سامبل وحطيت عليهم 6 مللي صوديوم هيدروكسيد، يبقى التوتال فوليوم 56. يبقى تركيز الاو اتش بيساوي 1 من 10 على 56، يعني 1.787 في 10 اس ناقص 3 مولر، ده الاو اتش. هات البي او اتش بتاعتك هتبقى 2.75 ماينس لوج الكونسنتريشن، البي اتش بتساوي ايه؟ بتساوي بيكي دبليو اللي هي ال 14 ناقص ال 2.75 11.25. لاحظ هنا اكسس او اتش، يبقى لازم الاي البي اتش بعد الاند بوينت تكون بيزك، تكون بيزك.
ده براكتس بروبلم نحاول نحله، وممكن نبقى نعمل له ديسكشن مع بعض ان شاء الله تعالى. هنا بيز باسيد، انا بعمل تيتريشن بيز باسيد، نفس الفكره بس هنا هحسب البي او اتش واحولها لاتش ايكوفالنس بوينت طبعا 7. بعد الاند بوينت الزياده هيبقى الاسيد، يبقى الاتش على طول هحسب منها البي اتش دايركتلي. بي اتش ات ذا ايكوفالنس بوينت ان تيتريشن اوف ان سترونج اسيد بسترونج بيز ويل بي 7. يبقى الايكوفالنس بوينت هنا هتكون 7. هعرفه ازاي؟ زي ما قلنا الفيرتيكال بارت نصه كام على المحور الصادي الواي اكسس هتلاقيها 7، المحور الاكس هيطلع لك الايكوفالنس بوينت اللي هنا بتمثل، ما اقول كلمه اند بوينت او ايكوفالنس بوينت يعني فوليوم، يبقى من على الاكس اكسس يطلع تقريبا 25 مللي. In case of titration of weak acid with strong base التريتمنت هيكون بنفس الطريقة، إن أنا هحسب الـ equivalence point كام ملي، وبعد كده هبدأ أحسب الـ pH after each addition، قبل الـ titration خالص، during the titration لحد قبل الـ end point، أحسب الـ pH عند الـ end point وبعد الـ end point. بس القوانين اللي أنا هستعملها هيكون فيها حاجات مختلفة، لأن هنا أنا بعمل تيتريشن لويك اسيد، البي اتش اوف ويك اسيد تختلف عن البي اتش اوف ايه سترونج اسيد. نشوف كده. ذا اكزامبل وي تريت از تيتريشن اوف 50 مللي او 0.02 مولر ام اي اس ويز 0.1 مولر صوديوم هيدروكسيد. يبقى الويك اسيد هنا اللي هو الام اي اس، اللي هو اختصار ل 2 ان مورفولينو ايثان سلفونيك اسيد، والبي كي اي بتاعته 6.27. انا ماليش دعوه باسم الاسيد، هو عباره عن ويك اسيد، انا خدت منه 50 مللي وده تركيزه 2%، فعملت له تيتريشن بصوديوم هيدروكسيد 0.1 مولر. الام اي اس ده عباره عن ويك اسيد انا بستعمله كبفر ان بايو كيمستري اكسبيرمنتس، وبما ان البي اتش بتاعته 6.27، فانا ممكن اقدر اعمل منه بفر بي اتش كام يا جماعه؟ ايوه البي اتش اللي انا اقدر اعملها ازود على البي كي اي 1 يبقى 7.27 و 5.27، يبقى انا اقدر اعمل البفر من الرينج 5.27 لحد 7.27. لكن اتس بيست تو يوز ذيس ويك اسيد تو فورم او تو بروديوس بفر بي اتش كام؟ 6، لان البي اتش 6 هنا كلوز للبي كي اي عشان يديني هاير بفر كاباسيتي. الاكزامبل اول حاجه هنعملها برضو ان انا هقول ان الاسيد ده اعمل له البالانسد ايكويشن بتاعته، هو ويك مونوبروتيك اسيد فبقول عليه اتش اي البي كي اي بتاعته 6.27، ويك مونوبروتيك اسيد زائد الاو اتش هيديني سولت ويديني ووتر، يبقى اتش اي اللي هو الويك اسيد زائد او اتش عشان يديني السولت والووتر. هنا الريشيو كام لكام؟ 1:1. اول حاجه بنحسب الصوديوم هيدروكسيد ريكوايرد تو ريتش تو ذا ايكويفالنس بوينت بأني قانون؟ ايوه ام في في اسيد بتساوي ام في في بيز، ماشي، مضروب في المول فراكشن اللي هو الكوفيشنت اللي بتاع الاسيد في الايكويشن على الكوفيشنت بتاع البيز في الايكويشن. بما ان هنا الريشيو 1:1 يبقى الكوفيشنت اوف اسيد 1 والكوفيشنت اوف بيز 1، يبقى المولاليتي اوف بيز 1/10، الفوليوم اوف اسيد 50، الكونسنتريشن اوف اسيد 2%، يبقى الفوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد ريكوايرد تو ريتش تو ذا اند بوينت اللي هو الفي اي بيساوي 50 في 2% على 1/10، يطلع الاند بوينت بتاعتي او الفي اي 10 مللي، يبقى عند 10 مللي ده هيكون الايكوفالنس بوينت. بيفور اني بيز ادد، قبل ما بحط اي بيز، انا عندي ويك اسيد. The pH is determined by the analyte which it is a weak acid. ال pKa بتاعته 6.27. طيب ال pH بتاعت الويك اسيد بتساوي ايه؟ من القانون ال pH بتاعت الويك اسيد بتساوي نص ال BCA زائد ال pKa. ال pKa هنا 6.27، ال BCA هي عباره عن ماينس لوج التركيز اللي هي ماينس لوج 2% يبقى 1.7، يبقى ال pH بتساوي نص مضروب في 1.7 زائد 6.27% يديني 3.99، يبقى ده بيفور اني بيز اد. لما ابدا احط صوديوم هيدروكسيد ايه اللي بيحصل؟ When صوديوم هيدروكسيد is added البيز هتتفاعل مع الاسيد، سترونج بيز مع ويك اسيد هيديني سولت. طب السولت ده عباره عن ايه؟ سولت اوف ويك اسيد،
او الكونجوجيت بيز بتاعت الويك اسيد. طيب لما يبقى الكونجوجيت بيز بتاع الويك اسيد موجود مع الويك اسيد از ات از، يبقى انا عندي ايه هنا؟ يبقى انا عندي ويك اسيد اند ايس سولت، يبقى ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه بفر، صح؟ بفر سوليوشن. يبقى البفر سوليوشن هبدا بقى احسب البي اتش بتاعته عن طريق الابلكيشن اوف هندرسون هيزلباخ ايكويشن اللي هي الاختصار بتاعها اتش اتش ايكويشن. كل مره هتعرف الكونسنتريشن بتاع الويك اسيد كام والكونسنتريشن بتاع السولت كام، ويتعوض في المعادله بتاعت الاتش اتش ايكويشن. نفرض ان انا حطيت 3 مللي صوديوم هيدروكسيد، اوكي؟ طيب عشان لما احط 3 مللي صوديوم هيدروكسيد مفروض ان انا هحسب النمبر اوف مللي مول اوف او اتش ادد، واحسب النمبر اوف مللي مول اوف اسيد بريزنت، واشوف الاسيد هيتشال منه قد ايه ويتحول لسولت ويفضل منه قد ايه. ازاي؟ بعمل حاجه اسمها ايس بوكس. الايس بوكس ده اول حاجه تحسب النمبر اوف مللي مول اوف او اتش صوديوم هيدروكسيد اللي هو 3 مللي مضروبه في 1 من 10، نمبر الفوليوم بالمل مضروب في الكونسنتريشن بالمولر يديك 3 من 10 مللي مول. نمبر اوف مللي مول اوف ويك اسيد بريزنت كانوا 50 مللي مضروب في 2 من 100 يبقى انت عندك 1 مللي مول. بتكتب التيتريشن رياكشن كايكويشن اتش اي زائد او اتش يديني الاي نيجاتيف اللي هي الكونجوجيت بيس بتاعته او الصوت زائد الووتر. وتعمل اول حاجه اسمها الاي اللي هي الانيشال مللي مول. اول حرف في الايس هو الاي ده انيشال مللي مول. طيب الاسيد كان انيشال كام مللي مول؟ ايوه 1 مللي مول. طيب والاو اتش كام كات مللي مول؟ 3 من 10 مللي مول. كان في سولت موجود؟ لا ما كانش فيه سولت. يبقى الانيشال او الاي بتحط الاسيد كام مللي مول والاو اتش كام مللي مول ويفضل السولت زي ما هو ملوش اي رقم. بعد كده هناخد السي اللي هو التشينج تحتيها على طول لتشينج او السي. طيب اكوردنج تو ذا ايكويشن في نزل 3 من 10 صوديوم هيدروكسيد هيتفاعلوا مع قد ايه من الاسيد؟ ايوه الريشيو 1 ل1 صح كده، يبقى 3 من 10 هيشيلوا 3 من 10، فاللي هيتغير قد ايه؟ هيتغير 3 من 10. يبقى في السي هنحط تحت الويك اسيد ال 3 من 10 بس بالنيجاتيف لان ده هيقل. يبقى في السي بوكس لتشينج ناقص 3 من 10 ده بالنسبه للاسيد وناقص 3 من 10 للبيز، يبقى التشينج دايما كله هتبقى اشارته ايه؟ نيجاتيف. طيب الاي بوكس اللي هو الايكوليبريم او الفاينل ملي مول، نقعد بقى نعمل الجبريك سم. يبقى هيفضل 7 من 10 من الويك اسيد ويفضل الاو اتش صفر والبيز او السولت اللي اتكون 3 من 10. اوكي كده؟ يبقى انا بعمل الايس بوكس انيشال ملي مول قد ايه احطهم جنب بعض، للتشينج اشارته بالنيجاتيف على طول، والايكوليبريم اللي انت بتطرح الاثنين من بعض يفضل بعد ما حطيت 3 ملي فضل 7 من 10 ملي مول من الاسيد وتكون 3 من 10 ملي مول من السولت وما فاضلش او اتش. خلاص كده انا عرفت الميل نمبر اوف ملي مول اوف سولت نمبر اوف ملي مول اوف اسيد. نطبق بقى في الاتش اتش ايكويشن. البي اتش بتساوي البي كي اي 6.27 زائد لوج البيز على الاسيد يعني زائد لوج 3 من 10 على 7 من 10 تطلع البي اتش بتاعتي 5.9 من 10. طيب لو انا قلت عايز احسب بعد 4 ملي، ايوه نفس التريتمنت نفس التعامل، هعمل الايس بوكس. انا كان عندي انيشال 1 ملي مول، الاو اتش 4 من 10 ملي مول نزل او اتش، التشينج ناقص 4 من 10 وناقص 4 من 10 يفضل من الاسيد 6 من 10 والسولت اللي اتكون يبقى 4 من 10، يبقى الريشيو هنا هتبقى 4 من 10 على كام؟ 6 من 10. لاحظ ان ال 3 مللي دول بالنسبه للايكويفالنس بوينت هي 30%. اوكي؟ هي 30% لان الاند بوينت بتاعتي 10 مللي، فال 3 من 10 دي بتمثل 30%، فده ببساطه كده معناها البي اتش افتر 30% تايتريشن، افتر 30% تايتريشن. لما اقول افتر 30% تايتريشن يبقى تعرف على طول ان 30% من الاسيد اتحول لسولت و70% فاضل، فيبقى لوج 3 على 7 او 3 من 10 على 7 من 10. طيب لما بوصل للاند الفوليوم اوف تايترنت او الفوليوم اوف صوديوم هيدروكسيد اللي هو 5 مللي اللي هو بيمثل قد ايه من الايكوفالنس بوينت؟ بيمثل نص الاند بوينت. دي نقطه مهمه جدا. اطبق كده الايس بوكس معايا
يبقى الاسيد زائد الاو اتش هيديني السولت زائد الووتر. الانيشال ملي مول كان واحد، ايوه الاو اتش كام؟ نزلت 5 مللي، يبقى النمبر اوف ملي مول 5 في 1 من 10 يبقى نص. السولت ما فيش، طب التشينج ناقص 5 من 10 اسيد ناقص 5 من 10 او اتش وزائد 5 من 10 للسولت. اوكي يبقى الفاينل، يلا نعمل الجبريك سم، يبقى فاضل من الاسيد 5 من 10، الاو اتش خلاص كلها بتساوي 0، والسولت اللي اتكون 5 من 10، يبقى البي اتش بتساوي كام؟ بي كي اي زائد لوج السولت على الاسيد او البيز على الاسيد، يبقى بي كي اي 6 27 زائد لوج نص على نص، ويبقى لوج 1 ب 0، يبقى البي اتش هنا بتساوي كام؟ بي كي اي. ايوه يبقى انا كده قدرت اعرف البي كي اي بتاعه الاسيد من التايتريشن. طيب هي عباره عن ايه البي كي اي؟ البي كي اي زي ما احنا شايفين كده هي عباره عن البي اتش عند كام في الميه تايتريشن؟ ايوه لما بوصل للاند بوينت يبقى 100% تايتريشن. طب هنا انا حسبت البي اتش عند كام؟ ايوه عند 50% تايتريشن. يبقى لو انا حبيت اعرف البي كي اي هقول ان هي ذا بي اتش ات 50% تايتريشن، او ذا بي اتش ات هاف ايكويفالنس بوينت، ات هاف ايكويفالنس بوينت، او بنسميها ذا بي اتش افتر اديشن اوف هاف اوف ذا ايكويفالنس بوينت، او ذا بي اتش ات ذا هاف تايتريشن بوينت. يعني الاند بوينت لو 10 يبقى البي اتش عند كام؟ عند 5. طيب when volume of titrant is half equivalence point بي اتش ايكوال بي كي اي فور ذا اسيد، ومن ثم البي كي اي اوف اي ويك اسيد بتساوي البي اتش ات كام في الميه ايونيزيشن؟ ايوه ايوه صح 50% ايونيزيشن، او ات 50% تايتريشن، او ذا بي اتش ات هاف تايتريشن بوينت، او ذا بي اتش ات فوليوم ايكوال تو هاف ذا ايكويفالنس بوينت، نص الايكويفالنس بوينت بي اتش. يبقى انت بتشوف الاند بوينت بتاعتك كام مللي، نصها قد ايه، بتطلع تشوف البي اتش اللي قصاد الايه الرقم ده. لاحظ بي كي اي از ا بي اتش، ايكويفالنس بوينت از ا فوليوم. طب عند الايكويفالنس بوينت لما بحط بقى 10 مللي، الفي بيز 10 مللي، يبقى انا كده وصلت للاند بوينت. هنا ايه بقى اللي حصل؟ كل الاسيد اتحول لسولت، كل الاسيد الويك اسيد اتحول لسولت. يبقى انا هنا عندي سولت اوف ايه؟ سولت اوف ويك اسيد اند سترونج بيز، يبقى هطبق القانون بتاع الايه؟ السولت ده. ذا ريزلتنج سوليوشن كونتين جاست ايه نيجاتيف اللي هي السولت، سو this salt is the salt formed is a salt of weak weak acid and strong base. ايوه pH بتاعته هتبقى ايه؟ ايوه صح pH بتاعته هتبقى ايه؟ اكبر من 7. pH بتاعته must be اكبر من كام؟ من 7. It is not 7. The equivalence point pH will be always above 7 for the titration of weak acid with a strong base because the acid is completely converted into conjugate base at the equivalent point. طيب نحسبها بس ازاي بقى؟ At the equivalence point all weak acid is converted into salt اللي هو salt of weak acid and strong base. البي اتش بتاعته بتساوي ايه من القانون اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت؟ ايوه بيساوي نص بي كي دبليو زائد البي كي اي ناقص البي سي اس. المعادله دي ايه اللي عندي؟ البي كي دبليو 14 والبي كي اي 6 27، فاضل احسب السولت. السولت اللي اتكون هنا هو عباره عن كل الاسيد اللي كان عندي، كل النمبر اوف ملي مول اسيد كانت عندي اتحولت لسولت، بس السولت هنا بقى في كام ملي؟ بقى التوتال فوليوم اللي اتحطه بتحول لسولت كام؟ يبقى السي اس بيساوي الملي نمبر اوف ملي مول اوف اسيد اللي هم الفوليوم بتاعه كانوا 50 ملي في التركيز 2 من 100 مقسوم على التوتال فوليوم، هو كان اسيد 50 ملي وانا حطيت عليه 10 ملي صوديوم هيدروكسيد، يبقى التوتال فوليوم كام هنا كله كام؟ 60، عشان احوله الكونسنتريشن بالمولر، يبقى البي سي اس بتساوي ماينس لوج 50 في 2 من 100، ال 50 دي اللي هي الانيشال فوليوم في ال 2 من 100 اللي هي الكونسنتريشن اوف اسيد مقسوم على 50 زائد 10، ال 50 دي اللي هي الفوليوم اوف اسيد زائد 10 اللي هي الفوليوم اوف بيز. يبقى هنا البي سي اس بتاعتي 1.78، يبقى البي اتش ات ذا ايكويفالنس بوينت بيساوي نص، ما تنساش النص، مضروب في قوس 14 زائد البي كي اي بتاعتي 6.27 ناقص 1.78، يبقى البي اتش بتاعتي كام؟ 9.25.
افتر ذا ايكويفالنس بوينت ايه بقى الزياده؟ خلاص الويك اسيد اصلا كله تحول لسولت، نزل بقى اكسس او اتش زي زي ما كملنا في السترونج اسيد، هتبقى نفس زي ما كملنا في التيتريشن بتاع السترونج اسيد بسترونج بيز. انا بقى هحسب زياده الاو اتش قد ايه؟ الاكسس او اتش بريزنت. سو كالكوليت ذا بي اتش وين البيز فوليوم ادد 10 و1 من 10 مللي. طيب يبقى الفوليوم اوف بيز 10 و1 من 10، انا حطيت زياده قد ايه من البيز بعد الايكوفلنس بوينت؟ ايوه كام؟ يبقى الفوليوم اللي عندي اللي هو 10 و1 10 و1 من 10 ناقص الاند بوينت اللي هي 10، يبقى انا حطيت اكسس 1 من 10 مللي بيز، 1 من 10 مللي بيز دول الزياده. طب التوتال فوليوم كان كام؟ السامبل كانت 50 زائد 10 و1 من 10 يبقى 60 و1 من 10. طيب احول بقى الملي اوف او اتش بريزنت اكسس احوله الكونسنتريشن ازاي؟ ان انت تحسب النمبر اوف ملي مول. يبقى نمبر اوف ملي مول اوف او اتش اكسس بيساوي الفوليوم اللي هو الزياده 1 من 10 مضروب في الكونسنتريشن اوف بيز 1 من 10، يبقى انت كده عندك 1 من 100 ملي مول. حول بقى الملي مول ده الكونسنتريشن، يبقى الاو اتش بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف ملي مول مقسوم على التوتال فوليوم، يبقى 1 من 100 على 60 و1 من 10 يبقى 1.66 في 10 اس ناقص 4، يبقى البي اتش بتساوي كام؟ بي كي دبليو ناقص البي سي بي. هات البي او اتش دي كام؟ واطرحها من 14 تطلع البي اتش بتاعتك 10.22. ده براكتس نحاول نحله لاكزامبل تاني، تيتريشن اوف ويك بيز بسترونج اسيد. نفس الفكره بس هبدا من فوق لتحت واحسب التيتريشن افتر اديشن اوف 0 و10 و20 و50 و60 مللي، وانا مديك الايكويشن بتاعتي ان البيز هنا الريشيو دايما 1 ل1 على حسب الايكويشن. وين تيتريتد ويك اسيد اند بيز اجينست سترونج بيز اند اسيد، اللي على الشمال هو تيتريشن اوف ايوه اسيد ولا بيز؟ ايوه السامبل بتاعتي اسيد لان انا التيتريشن بادئ من لو بي اتش وبيعلى. طيب البي اتش بتاعتي كام؟ لو انا جيت على الفيرتيكال بارت وخدت النص بتاعه وشفت على الواي اكسس كام، هتلاقي البي اتش بتاعتك اكبر من 7، يبقى فعلا ده تيتريشن اوف ويك اسيد بسترونج بيز. مين اللي ينفع في الانديكيتور زي ما انتم شايفين؟ الانديكيتور اللي ينفع الترانزيشن بوينت بتاعته او الترانزيشن رينج بتاعه يكون جوه الفيرتيكال بارت. مين زي ما احنا شايفين؟ البي بي اللي هو الفينولفثالين ولا الميثايل اورنج؟ ايوه صح، ميثايل اورنج بره لكن الفينولفثالين كله جوه الفيرتيكال بارت، يبقى الفينولفثالين هو اللي ينفع للتيتريشن بتاع الويك اسيد اجينست سترونج بيز، يعني اسيتيك اسيد سوديوم هيدروكسيد فور اكزامبل. طيب اللي على اليمين ده تيتريشن بتاع ايه؟ ايوه السامبل بتاعتي بيز اجينست اسيد. اوكي طيب هو السامبل بقى سترونج ولا ويك؟ ايوه اعرفها ازاي؟ نيجي على الفيرتيكال بارت نشوف نصه قد ايه، ناخد الواي الواي قصاده كام، هتلاقي البي اتش اللي عند نص الفيرتيكال بارت على الواي اكسس هتلاقي اقل من 7. ايوه يبقى السامبل بتاعتي هنا تيز ويك بيز. طيب مين اللي ينفع؟ يبقى الانديكيتور اللي بيتغير توتالي جوه الفيرتيكال بارت. مين؟ زي ما انتم شايفين ايوه صح ميثايل اورنج هو اللي ينفع، الفينولفثالين ما ينفعش. هنا ده تجميع للتيتريشن كيرفز اوف ديفرنت اسيد بيز او نيوتراليزيشن تيتريشن، ازاي احسب البي اتش عند الايكويفالنس بوينت وازاي احسب الاند بوينت. ما ننساش اند بوينت يعني فوليوم، يعني من على اي من اني اكسس؟ ايوه من الاكس اكسس. البي اتش عند الايكويفالنس بوينت من اني اكسس؟ البي اتش دي من الواي، يبقى هتجيب نص الفيرتيكال بارت على الواي اكسس قد ايه. اللي على الشمال فوق زي ما احنا شايفين كده هو تيتريشن اوف سترونج بسترونج. طب عرفته ازاي؟ زي ما قلنا نص الفيرتيكال بارت كام واخد على الواي اكسس، هتلاقي قطع لك الواي اكسس عند بي اتش 7. لو خدت من النقطه دي ونزلت على الاكس اكسس يبقى انت كده هتجيب الفوليوم اوف اند بوينت. اوكي اللي على اليمين فوق ده تيتريشن اوف ويك اسيد بسترونج بيز، برضو عرفت ازاي الفيرتيكال بارت كام نصه، اجي على الواي اكسس بخط يطلع لي بي اتش فوق السبعه، يبقى ده ويك اسيد بسترونج بيز. طب عايز اعرف الفوليوم يبقى هنزل على الاكس اكسس. طيب برضو ممكن اعرف البي كي اي بتاعت الويك اسيد ازاي؟ من الديفينيشن، احنا قلنا البي كي اي هي عباره عن البي اتش عند الهاف تيتريشن بوينت، نص التيتريشن او 50%. هنا التيتريشن كمل عند 20 مللي، هي الاند بوينت 20 مللي، يبقى نصها كام؟ نصها 10، اجي عند ال 10 دي وعلم، بعد كده اطلع بخط، اطلع بخط
نص الاند بوينت كام، اطلع بخط هيقطع لي التيتريشن كيرف في نقطه، لو انا خدت بيها على الواي اكسس هيطلع لي البي اتش اللي هي عند الايه اللي هي بتاعت البي كي اي، يبقى دي بسميها البي اتش عند الهاف تيتريشن بوينت اللي هي البي كي اي. نيجي للتيتريشن كيرف اللي على الشمال تحت، ده تيتريشن اوف ايوه ويك بيز بسترونج اسيد ولا سترونج اسيد بسترونج بيز؟ ايوه ناس تفكر كده. الفيرتيكال بارت نصه، لو انا رحت عند البي اتش من نص الفيرتيكال بارت هلاقي البي اتش بتاعتي اقل من 7، ايوه يبقى ده ويك بيز، السامبل بتاعتك ويك بيز. الاند بوينت بتاعتي كام؟ 20. طيب لو انا عايز احسب البي كي بي بقى بتاعت البيز، مش دي بيز؟ عايز احسب له البي كي بي، اعمل ايه؟ نفس القصه، الاند بوينت بتاعتي هنا كام؟ 20، نصها كام؟ 10. اطلع بخط على التيتريشن كيرف واشوف البي اتش اللي قصاده، يبقى انا كده جبت البي كي اي بتاعت الويك بيز. طب هو بيقول لي انا عايز احسب ايه؟ البي كي بي. انا جبت البي كي اي، طب البي كي بي بتساوي ايه؟ بتساوي 14 ناقص البي كي اي. يبقى هنا في التيتريشن كيرف عشان تحسب البي كي بي بتاعت الويك بيز على خطوتين، من التيتريشن كيرف نص التيتريشن اند بوينت، الفوليوم بتاع الاند بوينت كام؟ نصه، اطلع على التيتريشن كيرف بخط، بعد كده اطلع على الواي اكسس هيطلع لك البي اتش، دي بي اتش، يبقى هنا طلع لك البي كي اي بتاعت الويك اي بيز. طب هو عايز البي كي بي، اعمل ايه؟ يبقى 14 ناقص الرقم بتاعي. طب اللي على الشمال تحت، ايوه ده سترونج السامبل بتاعتي از اي بيز، طيب باسيد اوكي، طب ده سترونج ولا ويك؟ ادي الفيرتيكال بارت نصه هلاقيه عند 7، يبقى ده سترونج بسترونج. الاند بوينت كام؟ من نص الفيرتيكال بارت انزل بيها على الاكس اكسس يطلع لك الايه؟ الاند بوينت اللي هي 20 مللي. هنا ده اكزامبل لتيتريشن اوف 25 مل ويك اسيد بي كي اي 476.1 مولر تيتريتد والصوديوم هيدروكسيد 1/10 مولر. زي ما انتم شايفين كده التيتريشن كيرف بادئ من تحت لفوق، الفيرتيكال بارت اقل بكتير من السترونج بسترونج. عشان اعرفه بجيب نص الفيرتيكال بارت قد ايه، وبعد كده باخد على الواي اكسس اشوف البي اتش قد ايه، طلعت البي اتش هنا اكبر من 7، يبقى ده فعلا تيتريشن اوف ويك اسيد بسترونج بيز. عايز اعرف الاند بوينت كفوليوم، بنزل من نص الفيرتيكال بارت على الاكس اكسس، يبقى تقريبا الاند بوينت بتاعتي هنا 25 مللي. طيب عايز اعرف ايه كمان؟ ممكن اعرف ايه كمان؟ ممكن اعرف البي كي اي بتاعت الاسيد ده قد ايه؟ اتاكد هي فعلا 4.67 ولا لا؟ نص ال 25 دول 12.5، يبقى حاجه على ال 12.5 اعلم عليها كده، بعد كده اطلع بخط على التيتريشن كيرف هيقطعوا لي في نقطه، اطلع على الواي اكسس يطلع لي البي كي اي بتاعتي، يبقى البي اتش بتساوي البي كي اي بتساوي 4.76 عند الهاف ايكويفالنس بوينت او الهاف تيتريشن بوينت. طيب الويك اسيد ده اثناء التيتريشن بالصوديوم هيدروكسيد بيكون بفر، البفر زون فين؟ البفر زون هي عباره عن المنطقه اللي حوالين البي كي اي زائد 1 وناقص 1، يبقى 4.76 المنطقه اللي ما تكون البي اتش بتاعتك 3.76 وما تكون البي اتش بتاعتك 5.76، يبقى هي دي منطقه البفر زون. طب الماكسيمم بفر كاباسيتي فين؟ ماكسيمم بفر كاباسيتي بتكون لما الريشيو يكون 1:1، يعني البي اتش بتساوي البي كي اي، يبقى الماكسيمم بفر كاباسيتي بتكون عند نقطه البي كي اي اللي هي لما احط 12.5 مللي منين؟ من الصوديوم هيدروكسيد، يبقى دي بنسميها الماكسيمم بفر كاباسيتي بوينت. طيب ويتش انديكيتور ذا بيست فور ساتش تايتريشن؟ هل هو الميثايل اورنج اللي البي كي اي بتاعته 3.46، ولا الميثايل ريد البي كي اي بتاعته 5، ولا الاليزارين البي كي اي بتاعته 11، ولا الفينولفيسالين اللي البي كي اي بتاعته 9.5؟ ايوه هو هنا مديني البي اتش عند الايكوفلنس بوينت 8.73. مين بقى من الانديكيتور دول ينفع؟ يبقى هدور على الانديكيتور اللي البي كي اي بتاعته تكون كلوز من ال 8.73. مين؟ الميثايل اورنج ده 4.46 بعيد قوي، الميثايل ريد بي كي اي بتاعته 5 بعيد جدا. طيب الاليزارين 11 ممكن نشوف كده، والفينولفيسالين هو هنا بيقول لي البيست تشويس، يبقى مين اللي هينفع؟ اكيد الفينولفيسالين اللي البي كي اي بتاعته 9.5، هيغير لما البي اتش تكون 8.3 لحد 10.5، يبقى البيست انديكيتور يوزد هو الفينولفيسالين لانه البي كي اي بتاعته كلوز للبي اتش عند الايكويفالنس بوينت، وكمان هيغير توتالي الترانزيشن رينج بتاعته هتبقى جوه الايه
جوه الفيرتيكال بارت، كومبليتلي جوه الفيرتيكال بارت. اوكي شكرا. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ونتواصل مع بعض عشان لو في حد له اي سؤال ومحتاج توضيح انا برحب بالتواصل معاكم في اي وقت. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.